أساسي خلينا نقول الأولي للعلمانية في 1851 من خلال الكاتب الإنجليزي جورج هوليوك، ثم تبعه جون لوك، ثم تبعه فلاسفة عصر الأنوار سبينوزا جون لوك، حتى تأكد خليني أقولك بشكل واضح على أيام توماس جيفرسون الرئيس الأمريكي الثالث عندما ذكر إعلان الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية في الدستور الأمريكي اللي هو كان فيه بشكل واضح فصل الدين عن الدولة. بهذا المنطلق وبهذا تكلمت أيضا دائرة المعارف البريطانية بأن العلمانية هي حركة اجتماعية تهتم بالإنسان والمجتمع من خلال إيلاء الدين في مكانه الصحيح. كل التعريف لو تتابعين معي كل التعريف ذكرت فصل الدين عن الدولة، ولكن بمقابل ماذا؟ بمقابل وضع الدين في مكان الصحيح، بمعنى أن العلمانية لا يهمها أبدا القضاء على الأديان. العلمانية ليست يعني كنظام سياسي واجتماعي ليست إلحادية، يعني هالمعلومة هذه يجب أن تصل إلى الجميع بأن العلمانية لا تعني بشكل مباشر وواضح وصريح بإقامة دولة إلحادية، ولكن بالمقابل هي تدافع عن الملحدين بمثابة أنهم مواطنين حالهم حال المسلمين أو المؤمنين، سواء المؤمن المسيحي أو اليهودي أو المسلم. إذن العلمانية تقوم بشكل صريح على قياس ومسطرة متوازية مع الجميع بدون أن تجعل من الأديان مسطرة أو قانون أو تشريع للحكم على الأفراد. إذن المعتقد الديني في الدولة العلمانية هو معتقد ثقافي وليس سلطوي، بمعنى أنه لا يحكم ولا يمكن أن يكون له أي سلطة تشريعية أو قضائية أو قانونية ما عدا أن يكون القضاء يدافع عن المسلم كما يدافع عن الكافر عن الملحد. فالعلمانية لا تعني أبدا معاداة الدين أو محاربة الدين، ولكن تعني بفتح مجال النقاش والحوار والدفاع عمن ينتقد الأديان بمقابل الدفاع أيضا عن حقوق المسلمين أو المؤمنين بشكل عام. وكلنا رأينا في الدول العلمانية الآن في دول أوروبا وفي أمريكا وفي الغرب وغيرهم دفاع غير المسلمين أو القضاء غير الإسلامي عن المسلمين بالذات تحديدا، يعني فلا تعني العلمانية لا تعني بأي شكل من الأشكال سواء من وجودها أو من كتاباتها من سبينوزا وجون لوك وغيرهم بأنها تعني محاربة الأديان، ولكن تعني الحفاظ على الدين من أي استغلال سياسي ومن أي تبعية لكي يكون الدين أداة للتخريب أو أداة للتدمير في المجتمع. وكلنا نعلم الآن أن العلمانية حفظت الأديان، العلمانية أبعدت الصراعات الطائفية في أي مجتمع، الفتاوى الدينية المحرضة للعنف والكراهية والتكفير، وأيضا حافظت على التجانس الثقافي لأفراد المجتمع الواحد من خلال المواطنة. فأنت مواطن قبل أن تكون مؤمن أو غير مؤمن، أنت مواطن في المقام الأول. أما هويتك الدينية العقائدية هذه غير مهمة في الدولة العلمانية، غير مهمة أبدا، لأنها لا تؤخر ولا تقدم في الدولة العلمانية. ما يهم في الدولة العلمانية هو عملك، إنتاجك، إبداعك، إخلاصك، محافظتك على القانون، إيمانك بالمساواة والعدالة والحريات، ودفاعك عن التعايش والاعتراف بالآخر المختلف. وفوق كل هذا الحوار، الحوار في مجتمعاتنا العربية والإسلامية معدوم بسبب أن هناك ثقافة أحادية شمولية تحكم، بينما في المجتمعات العلمانية ذات التعددية الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية لا يوجد هناك فكر مسيطر مهيمن، هناك حوار، هناك جدال، هناك أسئلة، انفتاح ثقافي فكري علمي. فالأمور يعني في تعريف العلمانية أنا أعتقد أن التعريف في مجتمعاتنا تعريف مؤدلج
يهم أن تكون العلمانية مرادفة للكفر والإلحاد حتى يتم للتيارات الدينية وللفكر الشمولي السيطرة والهيمنة على المجتمع. لكن خليني أقول لك روبي أيضا يعني أنا أعتقد أن هناك نسبة كبيرة من شعوبنا ومن يعني في مجتمعاتنا العربية والإسلامية نسبة كبيرة تفهم تعي ما هي العلمانية، ولكنها يعني مثل ما ذكرت ما يسيطر على مجتمعاتنا هو ثقافة الخوف، عدم القوة، عدم الرغبة في الحديث. احنا لو يعني خل اقول لك لو 20-30% من الشعوب تتكلم، لو الشباب يتكلمون انا اعتقد راح تصير ثورة علمانية، ولكن للأسف الشباب ينظرون للنخب المثقفة، والنخب المثقفة مثل ما تكلمنا قبل شوي مسيسة أو مؤدلجة أو خائفة أو يعني تم يعني أذيتها أو غيرها. ففي إشكالية، لكن يعلمون تماما ما هي العلمانية، ولكن هناك إشكاليات أنا أعتقد داخلية تعيق فعلا أن تخرج العلمانية بشكلها الواضح بالإعلام. الإعلام من هو المسيطر عليه في مجتمعاتنا؟ طبعا يعني الإعلام مسيطر على المال السياسي، التيارات الدينية، رجال الأعمال المتنفذين، وهؤلاء يعني بالإضافة طبعا إلى الأنظمة، وهؤلاء لا يرغبون أن تخرج العلمانية بصورتها الحقيقية الواضحة، لأنهم يعني بكل بساطة سوف يخسرون، الأنظمة سوف تخسر، يعني الحكام سوف يخسرون كراسيهم، لأن العلمانية بما هي نظام اجتماعي سياسي خلف تبعات تداول سلطة، قضاء مستقل، سلطة تنفيذية، رئيس وزراء منتخب، هذه كلها مفقودة يعني في مجتمعاتنا الحالية. فيعني لا نعتقد أن الأنظمة سوف تدافع عن العلمانية لأنها سوف تخسر، يعني هذا الحكام في مجتمعاتنا العربية سوف يخسرون كراسيهم بالتأكيد، وأيضا التيارات الإسلامية سوف تخسر الهيمنة، وأيضا رجال الأعمال والسياسيين وغيرهم والطائفيين أيضا سواء سنة أو شيعة سوف يخسرون مكاسبهم المالية والسياسية وغيرها. فالأمر معقد كبير ويحتاج إلى، خليني أكون صريح وواضح، يحتاج إلى ثورة ثقافية سياسية تعليمية اجتماعية كبيرة، وهذه حتى الآن نحن عاجزين عنها تماما في مجتمعاتنا.